أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا إنك أنت السميع العليم. الحمد لله إله ما ديس هذا هو ذا مركز لكوكو لنا أنه وناك سفرين حمد يذكر بينا إله سبحانه وتعالى وحكبر إدامات إلهنا ونغرق كوكو انتفاع وحلو شيء غيب. أنوس بلاباته سلسلة كذا ليني مالك حرام تاه يدباتدو كلية هاي قفك مسلم كاه الدنيا آخرة بقى. إن وحلقة عن بلاوني وعن كسو هذا لي أسبابه مالك دتك حرام تاه كوكس باية أم كوكس باية إني حرام إقاتان. وحن صور شيء إن مركو وهو رئيسي قلب أيا كسو هذا لو أها إن نك حرام تعناية وأنن إلهي يعني كحشونن وعدم القوف إلهي سبحانه وتعالى عبس إلهي أيام إيش هتكبح ذي معين إلهي سبحانه وتعالى مالك ومالك إلهي سبحانه وتعالى أستاذ مستقل في نوغل لقي إن درق أم ودوين كل وهلا هنا وحي حاران أي وحي حاران تأه إلهي وأنه كل عدي الحلال بين والحرام بين ونبغى عليه الصلاة والسلام مركة إنه قفك ومركز حاران ترى هذه ومال حاران حاران أو مركز وكذلكتو مالك وكشقينا يو مالك وكسبنا يو حقود نكاس عبسي إلهي نكتكتي وأملا يدوينا إن يتعينا بالحسابين مالك وأملا يو بل سلقي يا بابا إنو وأملا يو إن إنو وحو ربو السمايك رعدة دادك دو كرلونتو وإلهي سبحانه وتعالى إنو أركيني وحكميد وحانسو الشيقن أسباب تكالي بن آدن كطمع عبدا أما وحال لي هاي سرعة التكسب دادك إني مالك دقدق وهلان بن آدنك عجلة لو أبوري مارق أركود وحياباك وكلفة حارانت وحكمي دا إنو دقدق تاس وحقوقاته. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرنت هو أنه قد دقي وحول لي يقفك شيدانك وحيابها وقلنا وحيتها هاي استبطاء الرزق يقري دايا عولي رزق وكاسود دا هاي دادك وشقيستين رق وكالتغي رق وحاسي سمستين الدنيا سمستين ويسليه marka asadiga in ragas ka gaar ama inta aad waqtigan aad joogtid ka faa'iideys waan sheegney inuu is yiraa marka risq waa ka soo daahay bal xaraanta korkan ku raadi nabiga kaleey salaatu salaam hadiiskii haakim iyo qeyrkiisa ay soo saareen wuxuu leeyahay nabiga kaleey salaatu salaam hadiiskii ibn mas'ud nabiga kaleey salaatu salaam ayaa wuxuu yiri laysa min amalin yuqarribu min aljannati illa qad amartukum bihi wuxuu yiri majru nabiga kaleey salaam umadu la hadlaya ويجري عمل مجر أو إلهي نقول دوينا جنة نقلنا إلا إياني أمر ما نواني الشيقي معنا وحيابها وحكستو سمينا ليري ونبي السمين ليري عليه الصلاة والسلام عمل كستو ومد جنة نقول دوينا يوي ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه عمل نار تني دوينا نواني قرهبو يري نبي عليه الصلاة والسلام مركز وحور رعيه فلا يستبدئن أحد منكم رزقه مدكين يوصليه رزق وكاسود ضاحي رزق وقرنيه حيابها أو إلهي نجاك فعلق هذه كمتها إلهي سبحانه وتعالى رزق يسوى ما مدابة في الأرض إلهي حليها إسكدها في هذه كل ما يدب على الأرض رزق يسوى أنا أستاره لي إلهي سبحانه وتعالى وحول إنه شيء نبي عليه الصلاة والسلام يجمع أحدكم في بطن أمه 40 كحكمي ذا فيكتب رزقه رزق يسوى أي القرية. ولذلك الشيطان كما يشوى كسو قلدتك حارانت عنه إسكد الدلنايو وحوي فرصدان يكون لافن ونقص مال أياله لقد اردت ان اكون مسلما ومسلما 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 فإن جبريل ألقى في راعوي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. جبريل أيها وحي ذلك النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا قف ملقى أبصنايو إلا الرزق يسلمسته رزق الدنيا كعون له يتأذو قاذن إن لقى وضعك يابن محايا لي رزق السيدة دبا وحول لي هاي ما دام وكو قرين هاي وإلهي بلن قاذي رزق الدنيا كما تغيس مارك محا وكاسو الضاهي إيو محا عيو وقاذو واي لبعت هذا حاران تدتك كينيس وقلينيس لكن رزق هذا أكتد مضمئن أكتها إن لقو قري هذا كدال ير وضح حلال يكون رياضي كلية ودلس حلالك فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه نشور مركز تؤى الرزق رأذين يسيدنا وحا حصوصتها إليه نور نقنايه إن حساب جرته وإلى آيات داس واسقمة البلاغة ليرها
محيلي وإلهي نشورت ماشي محل لو كاني وحالكين رزق عن رادي الويري وإلهي رزق يسي مناكيب تيسي عالم كميال كرسكر راس الويري ومالا فديد هانقانينة رادي الويري أيو حال رور عسيي وإلهي النشور وربي ردتك تاجرين تهو ومالك حاران تسك أرورسان أيو وركان لألوشك قادان أيو كان قفك الرباد قادان أيو وإلهي إنو نقانا يقو بري ومالك إلهي سبحانه داسا كوشي جيسو ساس دلادت أيو وحو لي نبي عليه السلام رزق قف لمن أي قف ما أفصنا يا الدنيا كم تجايو إلا يرزق وقرنا وقاته ما ركتين ده الله هاي كومي كجورين أما قدر الله هاي أفر عشو بي كم تدقن بي حتى أكسون قنايا أقول لي قلبته صوف فريستي كوب عانو عبي الحمد لله في عيني صبح كلام لمن أي كوب كاس عانا لصوف فريسي جلاس كاس بيها نو عبو أي لصوف فريسي محادة حديث كان طبق أيو نف إلهي ما أفصنا إلا يرزق الدنيا كله قادته أيو النبي عليه الصلاة والسلام ليه هاي مركز وحسير عسي وحيري فلا يطلبه بما فلا فلا يطلبه قفه يرزق قرادين بمعصية الله محايل فإن الله لا ينال فضله بمعصيته إلهي فضل جيسا لو ما جارا هنا معصية جت معصية أمرتت ألا لش قادت أو دولة ما لا يكون ديبت وزير لقاعد دقي أقاسم لقاعد دقي مامول لقاعد دقي أسكن لحست إذا تكون أركين إلهي معصية جيسا إلهي سبحانه وتعالى فضل جيسا كم سو جارا بس أحاديث كلا وحقو صقناتي رزق قفك وقفك رزقة ولق ورزق إلهي سبحانه وتعالى بركة أي الله قاضية وصله قاضية قفك حتى هدو الدنيا وهاستو رزقه صح وترى ماله وبركة أي كبحيسو أي أساس أي سقناته والنبي عليه الصلاة والسلام أي كسقناته سيدو كله نعم إذن هدي اللي هي رزقة أن إلهي سبحانه وتعالى فضي جيسي بركة محيالي ربنا يو يمحق الله ربا سما وحكسته حرام لو قاته اما حديثك كلا ان شيغي انه نبي عليه كسقنا لها ددك رزق بركه لا قاده ددك حارانته ما انت تيها كو جرو عودره كو دحين سكر اي كو دحدي كوليسترول كو دحاي ما انت عودره سدن اي كو دحاي ولذلك قفك انه رزق الله سبحانه وتعالى اي اسكو الى ليو انه حرام او كو قادنين اي اسو اوغ ان قيامها لا ويدن دو رزق من اين لك في عن ماله فيما اكتسب وفيما أنفق هالكيك كنتي هالكيك لنا ولسوي الدنيا ولذلك دتك هدا مالك تحاران تقطع بضي وأدوينا وأركنا إنه راح يسنايان والله إني كان ما شاء الله إله ونعمي عليه والله هو من النير والله أنت سوليه والله يو نعمة أسوق جرا وحر وحلايا ونعمين وكجونا سج وما أنت وليكر وهلبك هذه عنو كرتنك فقير كمسكين كوحلاش قوت هلبك عنو كرين وعنو كرين ومانت أنا سكرت وعنو كرو عنو كرين أو مسكين كلا حتى وعنا إلهي عافبات وقدرائم حد رزق حلال وحلال يقاطي ومعناها معناها رجح وعنا أول مجيدي وحاول جيدي حتى جاجت ذيك لفت لكن نكاه هوتيل هذا وين وكعشرة ديارة وسكوب بدلية نعمة راس وكجرة سجى هذه وحلال لما أنت نعمة كجرة لكن حاليا نكاه سقيا ما لكينه يعني نبي إنه وشيك عليه السلام حديثك صحيح إمام مسلم صوري أنس ابن مالك وحليه نبي عليه السلام يؤتى بأنعم أهل الدنيا ننك الدنيا ونعمة بضناها هذا كوا ونقانا تاجرين وله العي اللي هنا الله هايو أي قيامها لكينا يا النبي عليه الصلاة والسلام من أهل مركز أي لكينا يا يو مركز إلى ماركو حرام وكتعب ننكاس أنا قل نعمة وجدنا لك مالك أسبح عليها ضده وكسود عي مالك دولده وكد عي حوله ويا شيء قيامها أهل النار واقف كاس محايا الحرام وعني كل جسم نبت صحت نبت صحت محيي فالنار أولى به نبي عليه الصلاة والسلام جركستو حاران لو كوريو لو قوديو نارتي كو دغدغيسا مرك نين كان وانا اهل قير النعمه تاجر كو نقان او الدنيا حق اهل النار كان من النار كا يوتا ولكن يا مركاس و خولهي يوم القيامه فيصبغ في النار صبغه هل مر ايا وحير او حال مرنا لي لي ان ان عذاب ير عذاب نارتا ايا وحير كركه لا مرنايا ثم يقال له حلي يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط ولقى النعمة ما أركت الله ولقى النعمة ما أركت لي نعم مركز وحولي هاي مر بك بالنعمة مقصومرت نعمة إن كانت أنا وجد نفسي أنا كان وتاجر وراح يسنا هل وحير مركي رنج يرسم غير لون مريو أو لك هذا هل مر لك هذا بس نارته وحلي نعمة ما صارت الدنيا ذي ولقى نعمة ما أركن ولا كسر سرعة إلا وسيني سوى معنا نعم مركز وحولي والله ما أركن ما أركن ولي هاي فيقول لا والله يا ربي ويؤتى بأشد ناس بؤسا في الدنيا إنك أنك وفقير سنة والكينية ولك كجور جرى الدنيا مركز الجنة هالمرة القضاء سجن مركز هالمرة القضاء
أي لغة صوب حلا ولي قديم ماركت ولي قديم ماركت قديم كنا ولابا هل كان سامرك هيك أي مريسا ولذلك بحياة بحاس أي نرزقت كتليفون كافيرن إن شاء الله ألو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو حربنا كودي لو سؤالات وامد كواد قف قادي وقف دلو انتو الدنيا تشوفو ها كدقيا هدي قفك لقى قاتو مق اما العافيو ليك ما كدقيا واقرتي وطلبات قفك مركا ودنتو لكن هدي لغولها وقفك كلها ودنتو ما وصدقين كرا لعكتا قفك ودنتو كلها موسى غين كلا. موجود هدي جيران دت أو دخل كيس له مصدقين أيه. هدو جروا يمشي جيران ودت كيس جروا يمر كاس مصدقين أيه. تصدق هذا جواب معي سؤالك بحب أنت استفسار. ما وحشي يا دت كيس هذا أنا قوم كور. دت كيس هذا قانين وماله هو هتواصل أو مصدقين سها أو مصدقين كرتا. لكن دت كيس تقانين دت كيس حق ولا مالك دت كيس هسين سها. دت كيس دخل كلا. سؤال شكواد واحد اوكي تحصل قيس هذا كجواب تحصل قيس ان شاء الله نعم اي ولكن حول لي هاي سؤال قف الدنيا وقف دلو يلا دنيا كد دلو ولقى ساسو اما دي لقى بحيو اله مقابنا يا نعم المسألة ذا النفط اما قصاص كسيدة ذا حق لا بحق كولنتي حق الهي حق العبد مرك حق عبدك مركي لقى أفسد قفك إلهي سبحانه وتعالى مركز حقوق دي مبنية بالمسامحة إلهي النوع فيه وبدنت هاي أما قصاصك دي لقى قاض إلهي واقق دي قطونا عذابك ما يفعل الله بعذابك إله عذابك ومد يسمى الربو المقلوق يسمى الربو مركا وحي وبدن وحي يرى على مدى وإن وحلا وقابنين وبدنتها محايا إلي طمعا إلهي رجديس لكن سيدة دابا لا بحق أكون جرت نفط دي ولكم في القصاص حياة مركلية القصاص كسيسة وحكم يدي هاي ما اجتمع عليه حقان لا بحق أكون حق العبد يحق الله يكون مركا حق الله الغالب أمام حق العبد حق العبد يا غالب عليه هل كان وآه هدو عفيو قف كسوا عفي اسمه هدو دي قاتو دي ذو قاذن كرا وصد حد هيد وقرانك ونو شيك أمين قفك إلو ديلو مركا أما آخر وحي أبضان تهي ولرجين يا إلهين أقبنين إن شاء الله قدك التلفون قلين عكلي ها شيخ وحارة هيلبك أو جيل حرام يعني ما هي حرام حقا هيلب جيل هذي وبختي ونقد هذي لقلا وحاله وحلال وين صلاة صلاة معنا ويسخات ويس المجيبيا أسوي هيلب ذوك على وجوه يعني وجوه شيخ يا سبت أو هيلب ذوك على وجوه سوي مجيبيا هرت أشياء سوار خلاص يعني الله يخذ دوره ليش إن شاء الله أي سؤال لا أنا درتك أي إن نهى قال أنا يروح لجوا معنا أجانب ميجو جرك أركع دمي ميجو خرا دمي ميجو خرايو نعم قل المؤمن يقضوا من أبصارهم إيش حارنت إيش وتزني ونبوزين استاوجري هداد حارنت وحلا إيش نكده ورد مرك قوة أركتذ قوة دم ملا لكن إيش الراع راعن كجيل صدق أركت الدمي ما أمي مرك قوة أركع مرك قوة مايا مرك قوة إيش هذا قفت هذا مغزدين سما لكن مركا وقصدي دين بيكو بلا بناي ساسوامي ان مساله ده ان ويزد هيلب جيل مجوال اسق خلافي فقه هذا اسق خلاف مساله فرعيه وي ان قولك راجح وحوا انه جبنين هو مذهب كان شافعي يو اي هاستان وي اما مذهب الجمهور ان لا يا هاستان انه ويس وجبنين ان حديثك او اها ان لحم الجزور كان وحليه ولا نسقي وحديث كلا كذب بحديث كجابر ومما مسته النار أي كذب به مركا لبنا إن شاء الله قفك أو مذهب كحنابلة قاتنا دلال وكو ذلك نك كان قاتل مذهب كان الجمهور كوا ونكسين قف الله هايو لما ده هاي نكان هيل بيجي له صعون إمام يو ينقن قف ليه كرت مرة وارس كحرك على صلاة صلاة وضوء صحيح عد وعد كلا كحرته إن شاء الله إن عكلي عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سولي وحق ويدينا مركا هاي
افكاس واكاكو عن فيلي ان شاء الله. دينعك الالو ها ها سؤال ربي الشيخ الله كبركين انكو ويدي ويدي اخي سؤال شيد وحيد هاي من ربي من ربي قولوا فرعين وكون نقود دلقادنا دلقادنا ايو هرسين يهين كنا قشرة موحلة وجبها هي أنت عدد يدو عدد كجرتين وصار عشرة مثل عدد كدي بوسو عشان كره ما أنتوا عش لبعض مرة وسو عشان كره لكن الطريقة دو كوسو عشان هاي كلا دون مرك عدد كجرتو رجعت لي لقرها باكلي لكن مرك عدد كبحذو نكاح وصبو صمانيا هدي هل ده الغلو كفر ونمي أوكي أما سنتة لين عكلا قف كاس مجرم طيب حلا يا مرك كو مرك أسباب تاسها كميدة أسباب تكهلا وضدك حاران تكو كلفي سوحا كميدة الطمع وعدم القناعة ضد حاجة لقناعة لهيمبا ولذلك التقوض إلهي وحا كميدة القناعة بالقليل رزقا والقيبية قفك إلهي وحوصية وحاولنا إلهي مال يرسية الميس وكافتوما مقو قناعة سنة وحوروا إنه مال يشو مرك حاران ومال حاران ويلنا ودولد وحي ودي بتو دعا الأمان هدي لودي بتحولات ودعا هدي وحلو دي بتو وحكستو لالوشو كقادنا وحاصلن وحواي وحكمتها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث كسو الله كسو وريوحوا ليه إن الله قسم بينكم أخلاقكم إلهي أخلاق ذواقيبي ده حناق بدن ده صبر بدن وحنا أوجد الله قف كان وصبر بديع قف كان وأخلاق في عين إلهي قيبي سيدي كوع ليه كما قسم بينكم أرزاقكم سيدي الرزق نلو قيبي والرزق أنك مليونير كأ أنك استرزق عنا إلهي أي أقري وأنا شايف إنه علاش هو يدرس الوقري مركو كجوري الله قري ساس درادت أي وحاء إنه قف كمسلم كمركز إن رزق إن الله قرء وقال سيد أخلاق الله قيبي وحول النبي عليه الصلاة والسلام أي الله قيبي وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب الدنيا الإلهي يحص يقف وجعليها يقف وجعلين محايا قال كإلهي واقو عازي هذا الدنيا ولزي مال وليهن بنوك تيقى هاي وحصن يقى هاي مركا مالك لقوم بحي إلهي اجعل لقوم بحيو كان تاجر كدو أم ملايو إلهي إنه فقير كجعليها مية بل مالك لو في الدنيا لقيا با فقير كاس وحي مالك لو قد ديدي هذو مال لسي انو كو في الدنيا لقيا الهي سبحانه ان والله يعلم وانتم لا تعلمون تاسوا معناه الهي اقسون يحي اذنك نمو اقسون دين مركاس النبي عليه الصلاة والسلام وحو يري حديثك نارس وحو يري ان حديثك ديرا ودها لا والذي نفسي بيده لا يسلم قفكم مسلم من قنا الا عرب كيسي وحيه كان سما وحو كسو غبغبي مركا وحو يري ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه ولا يتركه خلف ظهره الا كان زاده الى النار مارك ان دو صدقيسو حتى وقال مارك حتى دتك مالك كو دغن او دا واك هذا مانا دا وخ صدقيستيد وحو يركو اس وحي ديب او دغين ان النار تلي او دغتين اني وما تقدموا لانفسكم ان حتى ان صدقيسان الربا قدك تليفونك هلو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ waxaan ku weydiinayaa tacsida intada lagu kariyo ama xoolaha lagu qalamo banaantahay ama shaaha la cabayay inta haween ku fariistaan la cunayo hay walgaaga jawaab aad igeys inshaallah qofka telefoonka markuu hadlaa ka fogaado si uu sheego tayib qadka telefoonka fiirnina halo assalamu alaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ستها إلى بركاتين. بارك الله فيك أخي الحمد لله. الحمد لله الشيخ وعن ردود سؤالنا أخويتي. تنكوات. خف عرق عطا حاجة مكان هذه كريا هديك كلام معلم كيس وكلا وحاجة هذا العدم قدر كريا. نعم. بعد وعي. واقرت. تلوات. سؤال وقتي قوقة هذا اللي جاري هدي على سكسان ير أيضا أبا سكين ير هدو يجرو أو مدلوات عن قشتو ويساقات كي كورتا لغا مساحة مقوصة مين كرا نعم. مركا ويساقات ناي نعم نعم واكاسي مد استح هدو حواي يعني سؤال وحان سلاح شقينا دلي يرم مدمدو مركا كالت كينا مركا نولاب فيريو يعني أيوة المسلمين هنا وهنا دحان ولا نسدان أما برادر هل ده بقفل بلوغات وماشي وجوه قال ما ده كرام الفاسي يعني ولا قبصة مركا ما دام ودك كلام نجس وده ويسنا يو أنا كنا يعني أريجي أنا ده حيا نركا مركا فاسي دين يعني طبعا لبعض مين وافهم ولا ما ده كرام وافهم إن شاء الله نجس جوابه إن شاء الله هذا ما سنتها لنعكر لو
أن قبل هذا السؤال إذا كجوابنا إن شاء الله وحيت لعنة تعسيدة أصل ك أن تعسيدة دتك تعسيد كل عدد لبا كل عدد أصنعوا آل جعفر طعام نبي عليه سبحانه عنا هلا الصمية ودتك تعسيد كل عدد مركا عنا هلا الصمية معنا بعض نحن بارك راع عنا هلا الصمية يجي عنا حدتك إيمانه حتى هلا عنا النقد مركا عنت سيدا حلال واي وحد لبي استعملها وحد عنت راس حديت الشاه العبي وحلا عبي لكن وحشرت إيه ولسكوع فقصي هاي إن مالك أو منك أمدتك تعسيد كل مالك ودين على عنا أنت بعض هذا دتك يرب جو كمل كمونيتي لسكوع تجا لدتك مل ففوق إيمان أيان مركا دعام إذا ضيافه ونقلن كرابه دعام مرتقات أقدر لأنه كوزو تعسية مين يمد إن وحسيس لمالها وعاد عاد مال وحكوسيس مركا المسكوب حرنه وح عنا يع نهي جاس معنى إذا ماها إن عنده حاران كنا قنا يصدق يلا عن عنده السلام عليكم في قصلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكو مغلا أخي تلفونك هذا أي مغلا تي في قد داوني تي في قد داوني سمقلا تلفونك يقال هذا أهلا سلام أوكي سلام عليكم شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيقي وحرب على وسؤال إنك ويدية تنكوات شيقي تنكوات بحياتي يعني مقفك داني رضا مكو ياي أو وحبرتي أو علمي يعني أو برتي بحالة بري يعني قابك سيدة ضدك أو يعني أو لسكوبوني كحيان بلسكوبوني هريو marka maanta masalan waxa dhacday nin dhalinyaro ah oo inuu gabar yani oo guursado waa yani wala baxsado inkastoo baas leh qaan qabsado culimada qaarna xaraan ay dhahan laakiin marka ninkani sheekh uu u geysan nin dhalinyaro ah oo wax bartay oo adii diinta bartay oo yani uu geystay gabadha inuu ku mihriyo rabaa marka ninkaas dhalinyarada yani cilmiga oo yani nikaahni waa la soo baray marka yani hoosh uu ku dhaqaaqa misasiga sheekhu wax soo buro ku laabana نعم سؤالش الوضع وحيت هاي يعني سؤالش الوضع وحيت هاي مك الصلاة اللي هي هذه صلاة سؤال سيق وصفر قصوى عصوى قلي عم بصلاة عذور دار عيات تكي وحاجة تيجي الظهر عيات تيجي عصر عيات تيجي المغرب عيات تيجي ويا ما هذا حلي عشية عم قصوى هذه مركز عشية وحد دمية هاي حلصة عم دمية هاي ما المغرب كله عيات تيجي مركز مكاس صلاة عشان سوا مسا xiliga aan taaganahay salaadiga tiga soo qaleena mise marka cishaha tugada salaadanka soo qaleena mid aan ka sax marka uu horeeyo magribka aan adigu wadanka ma joogtaa mise dibadda aniga wadan afrika oo salaad joogaa okay habeenkii maanta ma sameeyeen meel ma sinna hadda hadda waxaanu tahay may waxa ka hadlaa habeenkii tobelaba ala afr saal tobelaba tobelaba miyaba soo qoraxda ciyuu dhacdaa muqaddada sida yurub oo kalaa waa dadaha quruxda waa dadaha Soomaaliya ee Afrika Koosto kala ta 3 saacadood oo dhaxays waa gartay marka akhiyo markuu wareeso salaada magribka ah sawaashan ku wadina waxay tahay Soomaaliya dadka jooga waxa waa shafaqood waa yar yahay magribka iyo cishaha wax yar oo dhaxeeyo saas daraadeed hal saacad aad tiraahid waxa laga yaabaa inay ka yaraan karto laakiin marka wadamada Yurub joogtid waxa way farqiga u dhaxeeya magribka cishaha waa dheer yahay marka هذا واحد اللي مغرب كأي تجي عشاء هالساعة كدم عشاء هالساعة دوك دمية ويل مغرب أجره مغرب مغرب توك كرتابه مغرب وحوق قلوا نقنا مركو عشاء سوق قالوا مغرب وحوق قلنا نقنا إلا عشاء مركو سوق قالوا هورانتي كم توكنين لكن نهاية دي نهاية ده كتوك كرتا آخر كيسة هاي الصلاة بين صلاتين وحي صلاة الوقت هي الحوض لما ذا صلاة ذاك الوقت هي مركو سوق قال مركا ما بلقى هرب جمع يهرب مرنا معه لكن هدي قبته أص أيكو قبته لا بد وبنان تهاي سيدا أو أخفك مغربك salaad horeys culuma qaar wax ilaa tartiib ka la ilaaliyo salaad isku xigta magrib ah horey magrib tuku ka baad cisha tuku qaad wax ilaahin tan waqtigeeda joogta xaq leh waqtiga tan la jooga xaqeeda taas waqtigeeda soo dhamaada idaa la hormarna labada midaas mis dhimale laakiin hadda adiga sida muuqata magrib ah wiilku jiro magrib ka dhamaan ilaa cisha la ku soo galo insha Allah tan kalno kaga jawaab dhageysu su'aashayda insha Allah qadka telefoonka halo halo الو ها السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ احنا كويديني ها غير سؤال اي بس حوي انا لبش معهم التويتر يا لبش معهم لبش معهم ومستعيش ممكن مستعيش وحاركين وصلاة سمعك صوب حي بس
ساعات كلو كتير كده بتنا والله حد ما خايب عايز وبنات ما هذه ما الله بسيت كت آه وما حد معك وكلف هل هذا تكت وجهك وكذا آه وبنات هاتوا وجهك ده يا وما الله بدنا تكذي ما هل لي تكوني سقفك مسلم كله جمعة على قرابة بس لكن ما لا تكون كرا ضدك مقالة جو قلابة جمعة وكران ها كاس وبنايا لب ملا لكن هديت هاي أم هل مسجد لبجع عملك توكرة حتى وبنانتها صلاة وقت إلى هذا وقت جاي أنت جو ولا توكرة وقت جاي أنتو بحين ولا توكن كرة ظروفان لو أجرت له توكذو ظروف أجرت ودتك شغالي مساجد كوجر يحبا أسكجر على أي حال لك هذه المرة هدا توكت إن أكون نقص تدمهين إن تعاد كوكافتو أنت ذي إن شاء الله إن أكل لو transfer قف كاس وكا قوي ألو ألو أوكي سؤالي هو رك جوابه إن شاء الله. إن ولاك حويري إن عرت لقاته ذه حج كمل وآذي كراء ما معلني كمل الصين كراء ويري إن ما يلعك هدي الروسي هذا حق له هدي لكن عرت بين بينك وقادتي أو دسأبل بين أكو قادتي أو جر بين أكو قادتي وحاسوك الحج ولا جمته كريس كذا في حتى على وشاد إن أجلس ما حرامي عيلة بينك سوقات وحكسو بين السوقات أما دتك عادي قاعد وطلق لي إنها تأكليان وعادي أكحوجين أكدعين مالك وأنا شجن وحياة وحاران تكون قاندان وشيء دونا سوق سوق قالوا أي حاران كده مالك مالك عينتي حاران معها سوق سوق قالوا مسوا حدي للوش ما كقاتي مسوا حوقتي كاس وحامن سحوجين قال دول ذا وحيد ترين كإيماد أنا وحسينا وحي يكون قرين وساعدة كقيان وشقذة بين كشيء وسبرد أكو قاضنين حلال وهي وأنا عوني كرتا حجنا وكو آذي كرتا وقفنا وكدري كرتا دادك انتك بادن حجك إلى عليان لكن عنتذي عناينا كدرنا على وش قلنا لعقت الحكول لي عير وهي حجمك آذي كر لك عهبين المال العنا على وش هذا نار قلني سابة تاسا كدر المسح القفي على القفي نعم واجرة لابد إسكارسو هذا إسكشتيد كان كورا مركز مسحيسا لكن كان كورا مسحاني أغوها سيبين هذا سيبتيد أسرا كوكا لكو قجرو قف قفك واجبي مركز كا مسح ذي هكو جرو لبده واسك كرجان وارقف أو كبا سكسان وتو كبا قشت كبي يوم مسحي كبي هو مسح كرا قف على القف وبنانته لكن هدي كبا سيبت سلاد متوك كرت معي الكبي أم مسح ذي نكوت كوت دوا وحي أم مسح ذي نكوت كوت دوا إن دتك أفريقيا كا واسك دي واسك مذوق أنا هني ورال مدي كنا ما دي كرتا قال كا فيري ورال كا ورال كسلاب النوع واي ورال إسلام أجري ورال إنسانية إذ قال شعيب يا قوم أخو لا القرآن كحنا قصوا شيء أنبيذنا ولا له ذن قال دهين ولا الكين دهين أخوهم شعيب أقاهم وحصل قال له مركا ولا تنين إنساني وبنان تقف ولا الوادي كرتا قال هدوية حتى ولا هذا نيتك هاي ولا تنين وقا إنسان إنساني نمذا معيل إليه وقد كرمنا بني آدم الكيري إنسان أصلنا إحنا عقيدة دينت الله لكن إنسان نمو أنا قد حيسا وهذا أرد حقوق إنسان كإيو مركي كهالله وحاس أنا أسكمي ذاك النحي إسلام كأقول حقوق إنسان كإلالي وحاسدن أما قالها إلالي أما مسلم إلالي سيقى النكاح طبعا سيقى جرته سيقى غفنه ويقى مهم ومعايا لي مركز تجسم إيو ماذي يكو حقا انت عمل انت بضان قفك لقى الحواي قفك حولي أزوجك ولا أزوجك قرمي بزوجينه فعل مضارع داك اللي كتو استمراري فايدينه مركا قرمك من بريك ومهر النساء مركا زوجتك انا تراهد تراهد وكو مهريي وجسمي ان قتو وحاس قفك اليقانا لكن قفك دو يقان وكو انصحها قسمها انه نشيق هذا قسم انشيق هذا لكن حشرته انه يقان فيري مركا اخترت جيسد نينك الكه يقان او تجي لكن نينك است الكه مكا بخي كرو كان سدو كلا ني يقان اقونت علم وشرط وه لكن شيق وين نو هذا شرط ما نعم قدك تليفونك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ وحرجنا هنا عارف ما تفكر. بارك الله فيك أخي إن شاء الله. الشيخ وحرج سؤال الله بس سؤال أنا كويدي. تنكويد. كميت إيه وحوى ير ولاك يعني لب الشيء وحوى صبني أفر جروة سلاد يا مارك مر والبمركة كواني قيلة يدقالوا إلى إماده. واقرت. مركة عنت هذا يا وح مارك أوكرنا أنت بدن ده. يربا جوجنا او انت قف بمرا كاري لكن انت بدن انيغا او كاري مركا انتاس او كارينا يو ماركي ما مكدان كرايو يعني مو سلان كرا انا دو او كار قفان صلاه كنين عمل مارك وحبه مسيناي نعم مساله هذا اساس تراد انو كسوانوناي او ارنت عنان كنا قنيسو صلاه كنت كد ملغيابا ما دور مرا كنت جابيه وحواي حتى
waxa isku darsan xitaa waa kala qaadnay qof walba wixiisa uu karsado hadana waxay noqotay dad walaal ah hadana meel wada degan hal qof inuu jiko gala hadana qofka kale waxa waa iska dhib badan taa maxay ma akhi hadii uu ku soo hanuunayo maalmo ku fiiri maalmo ku fiiri hadduu isku hanuunayo waa sameyn kartaa halka hadii uu ku hanuunayo waxay faa'iido leedahay malee markasta adiga hooshaas ka joojinin inaad culootid oo aad wax ku karinayo aad tiraahid aad u karinin waxa weyn u tareysa insha allah حتى الشيخ وحاول مع الوالد كي أكون دعويه والد كي أكون دعويه حتى كأمس إليه أنا هذا قف ماشان صلاة أنا سكرني ولا ماذا ما كجور كرتا ما الكلام وجور كرتا هذا دبري وحاول مردو إن شاء الله ورجينا يا آه خلاص تاس حلقة حلقة لو إذا افتقد إن شاء الله آه وحاول سؤال شلون أنا الشيخ وحاول أنت بدر ماشان يتجرب بس قلها أنت بدر وحاول ملحن ما ركبي بيو الله ويستجدي وحس أنت بدل نوحة استعملنا تيش كاسيتو تيش كاسيتو ويسد سو حسو ما دي بس مرخدي يعني أسكا ما ركوا حل ستد وحاجة أخي ودذل استنجد كامل كذا حواي بيها يتيشو اللي سقدر لابد إن استعمال كاملة ساسا آه مرك قار واقيا ساسا أصلا لا مرك لا يرقادو مسقولة هذا قف كودو دذل وسمين أنا جوا سمين قف كنا لا يرقادو أو بيها لقعبو وهذا وسمين إيش بيها كوشبتو أو سمستو ومال ليت أما حتى جاب كوكو ترتو دذال هذه لكن هدي نقطو إنه بيو ويسي تيشو غاس أسف عن سكونة ذي في ست سلادة الصحوة إن شاء الله قد كلي نعكلي ألو ألو ها مي مغلي ها تقصيلي أوك مغلا ها شي قول الله بس ألو دربينا كوي ديو تنكوات ميد كوات وحاوي ويل ولالكي أو دنتي باربينا نقف oo ma ka joogon oo cimro u soo sameeyay marka qof kale wuxuu igu yiri cimrada in haduusan wiilku tukan jirinin uma sameyn looma soo sameyn karo waxba kan uma jiro salaadaas cimro waa ka u sameyn kartaa insha Allah okay nida su'aasha labaadna waxa weeye ayay mas'alada ah qof in la dhaho dhan muslim ah oo meel kasta aadaayo oo qof daba socota aan jirin in la yiraahdo tukado oo lagu xukumo qatar waa arintaas arin oo xaq ma aha qofka tuu ka kara adiga markasta mala joogtid marka markastana jaanibka oo fiican ayaa laga fiiriyaa oo loo qeyrka loo rajeyaa qofka tafaa'ula loo sameeyaa maadaama uu geeriyooday ee cumrad uu sameeyay insha Allah aa wa ma inta sheekh oo ilaahay raxmadiis lagama qoost ilaahay uu naxariisan karaa soomaa naam mid su'aasha labaadna waxa weeye nin baan kala tagnay marka wuxuu yiri meherkii ii afi adigu qof buu ii soo mariyay hadalka asaga afkiisa kaba maqalin qofkiiba wuxuu igu yiri wuxuu yiri gabadhii waan furay marka hadii ay meherkii caafinaysana hal iga gaarsiiyo marka wax meherkii waxaan yiri waan u caafiyay waxana ma ahan meher markaas kabacdi baa waxa la soo yiri dad waaweyna qofku meherku ma caafismo marka taasna waa rabinayga may ma caafismo waxa waday ka go'da ma caafismada waxa la la jeedaa gabadha waa taqaana gabdhaha waa iska calool jilcan yihiin ninka markay jecel yihiin ee rabaan xaalay maharkay waa ku cafiyay xataa dad dagaal dhicin waxay leedahay maharkay waa ku cafiyay asaga ninka uu saas ku farxay maharkay in loo cafiyay laakiin maalinkii uu dagaal dhaco haddana waxay leedahay maharkayga rabaa yaa hadalkay la yeelaa kii hor ma laga qaadanaa mas waxa leeyahay macafismo kii hor loo waxa gabadha wixii hadda sheegtaa soconay macafismo waxa weeye gabdhaha markasta xataa hadii waa ku cafiyaan ku dhahayna ka naqdama ka naqan karaan saas la jeedaa ee macneedu maaha wax ma la cafi karo wax kasto oo bini aadan xaq u leeyahay xaqiisa waa ka tanaasuli karaa laakiin macafis ma macneedu waxa weeye yaa lagu kasoo maro nimanka dumarkooda yiraahaa maharka waa ku cafi bir hadday yiraahaan war maharkan waa ku cafinne ma dhihi karo shalaa cafis ma ka naqan karti ma dhaha waa ka naqan kartaa macafis ma saas la jeedaa marka adigu kugu xiranta hadaa cafi kartii hadaa cafinin haa hal mar bay ahayd mar soo noqnoqod ma jiro waan cafiye waan cafiye laakiin dad khalas maya hadaad cafis maana waa ka naqan kartaa waa shacneed ma cafis ma laakiin cidku u qasbay isma leh haa hayo naam dhinaca kala low salaam alaykum sheekh suuliyow wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh sheekh allah ku barakeeyo su'aal baan rabnaa ku weydiiyo sheekhow meel beertaada iyo micnaha adhigaada fuftaankiisa haddii micnaha dad ay kuu soo degaan oo dadkaana micnaha markaa isku dad oo micnaha aydan ahayn dad kulen daris daris buu ka leeyahay iyo waxbuu fami buu ka leeyahay dad micnaha markaa adiga kuu diidan meeshana kaa kaciyaan raba adma aada meesha deganeed oo beertaadi iyo adhigaada fuftaankiisi iyo xoolahaada fuftaankooda ay tahay
qofka sadal la dagaalanto meesha asna dagaal uu ku soo digay xog inuu ka qaato oo roob bal ka waran arinta wallahi ya akhiyo mas'alada dhulka horta la kala ma laha asalka sharci man ahyaaha ninki noolay dhulka askale ninki wax ka dhisaayo oo beeranaayo kaas dhulka askale dhul ban dhulka ilaahay askale ninki nooleysa laakiin Soomaalida mushkiladeed saas ma aha Soomaal dhaqan leh dhaqan cajiib ay leedahay oo dhulka ninki wuxuu ku leeyahay aniga intaan nina iska oodanay dhagax iska arsanay xuli ana askale mana nooleynayo gurigu uu banaan yahay beer kama dhiganayo ummadu waa ka xayira cid siisa ma laha wuxuu ku leeyahay reerahiiga degan saas diinta lagu maqaybiyo dunka man ahya al-ard ninka dhul nooleyn kara ninkaas ka oolisa ninka kale oo iska oodanayo wax ka qabaneen laakiin Soomaali waa qabaail hadii kale oo isdilaya marka hadda masafe kala sameesteen marka arintaas waxay diin ahaan ma banaan ina dhig u gashid oo dad u laysan ku wanaagsano laakiin wixii dhaqan ahaan ee odayaasha kala xariir dhinaca kale loo Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum Sheikh Salih. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhi tiyo telefon ki kala socod. TV gu dhageysan aan kaas. Marka bas maqleena ani asaga. Tayib. Hello. 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 Tayib. Waxyaabaha oo qofka waxaan niri marka waa soo noqonayna su'aalaha insha Allah wax yar waxaan leeyahay qofka waxyaabaha damaca weyn damacaas dad badan ayuu dilay wax yar iska haastaa ku og filan laakiin damaci ayaa qaadaya qofka damacaas markuu qaadana wuxuu noqonayaa inuu wax badan xaraan uu kasbado oo sheegay Nabiga Cali (saw) xadiiska waa noogu digay oo dadka markasta xirsiga damaca waxyaabaha qofka naftiisa uu kala dagaalamay tahay damac badan uu ku galin damacaas uu ku galin qadka telefoonka halow halow salaam aa ku maqlaa halow salaam alaykum wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh sheekh aku idina salaad jamaa khutbada ha marka misaajidka inta la dukada ma kadib ma xaafada lagu dukan kara sawa caadi misaajidka lagu jiro lagu dukan kara مساجك قف دمر ما ما دايس مساجك ما عطى جوها اه صلاة دي سوق شو تكون عند دور كايجا دورا وحدا مساجك لا يبحث الدبال كذا ما مساجد إذا في صلاة ودي بيقولي كرام مرمر وحبيك وترصدان وحبي يلان صلاة دي وقت يا سوق القف كده تكون إن شاء الله إن شاء الله معك الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو سلمي ها السلام عليكم شو سلمي حكوية سؤال أنا وركودي ويدي أخي محارسة سؤال شاد شو سلمي حكوية بلد كان أو مجريسكا ها بلا حكوار وهي مصحة يعني يكون تاغل ملاد مركز انتقال آي محسا مين آي كفاية مصحة هو يكون دكان آي مصحة يتكاسا سلام واقرتي مسألة سارة ولا فيه. واتا ولقاك جوابا. دين عكا لو. الو السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ وحيس المغضي شنو قصوها؟ تفضل أخي. والشيخ وحنا كويت ينربي وغلال معنا سلو الصحر وسلو النبع ينربي إن سويس إيجاف إن شاء الله. وين ما يقول اسمه قبر؟ قبر قبر. أي. طيب ارجاك جوابا ان عكله ان اما كبها ما لما صحي كرها نعم ان كبها هدي حريين سيد قف عمل حريين طبعا ساندل عمل اهين كبه حرين يهين ولما صحي كرا او وخ كسته او سيد كبها سيد قف كو كلا اما سكسانتو كلا ولما صحيا وحا شرطي لكن ان لو غاد ان طاهر يهين ولكن كبها وا لو سودا قفكو وا لو سالفتيسا inu qofka markuu ku tukanayo uu fiiriyo in najaas leeyihiin haddii najaas leeyihiin waa nusiiba qobaha marka haddii leeyeen laakin kor waa laga masaxi kara waana inuu ku tukada markaas ma siibaayo wuxuu masaxay hadaan sheegno inuu ku tukado walaalkaa wuxuu yiri waan qalaan rabaa inaan u sameeyo gabar naam gabdhaha sunnada markay 7 maalmood dhashaan way hadaa waysid 14 ka waxyaabaha saas la sheegaa laakin hal neef waaqif waa gabadha waa lagu qalin waa qali kara wiilkana laba neef sidoo kale waa la cunin kara waa la kari kara iyadoo ceyrina waa la qaybin kara
لابد واحد كينا مال إن شاء الله. قد كتليفون كافيرنا إن شاء الله. ألو ألو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفاعلتك أكرر غادو حي رخي. سؤالك مدير شوف أخي تلفونك إلى هذا التيفي قصير ده. هاي تلفونك هذا. سؤالك مدير شوف. ويد ويد. واحد مدير إذا أنا عيد أن فاشل كيو دو أمريكا. أمريكا ويسنا كورونا كده غلا ما مال. ما هتري؟ قعدت بهاي قارن. قعدت؟ وهاي قارن. معك قارن نجاس. ما جوا إيجار هو جوا كأجرت أي مثلا فشل هذا في دوبه أجرت مثلا مثلا ويسنا كرلين كصحة روما ها كرلين كمصحة لا دوا صح ها بارك الله فيك من عكر هلو وعليكم السلام شيخ السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سولي وحنا كوي دير ربع عنق أنا وقال ثامن اللي جينا يعني بلسا عن سكر صرنا هدي وواحد يبات أي جرا أما أقول إنتو دي سما متغنا سهل يلا ومعنا قاعدين سوى كله جبر أنا نقول سوكر سنة ما بحكي كرنا وأنا فاميلي أنا هين بس أنا وأنا كرسونون فاميلي جدل هين ما بحكي كرنا أنا ده ما كدري كرنا نين أو أنا ما كان نقي إنه متغنا ولا يوم معنا قاعد إنه صارن تاعي لبا سؤال أخيو إن وكان جواب دقيسو إن مركو ريسو ولا يدي جبر ده إن ما دام يدد لهين dadka ee qaaliga suldaanka qaaliga uu naqanaayo qofa uu naqanaayo qaaliga uu dhibinaysaa suldaan wali malna wali ila nabiga sheekh cali sallallahu alayhi wasallam idinka bixinaayo idinka waxaad aan qab qaabinaay maadaama gabadhiin ay amal ahayd laakin wali aan way wali marka suldaanka qaaligaas ama sheekha meerinaayo ayaa masuul aniga ku ay ku wareejinaysa walaayidkaas markaas ayaa bixa ayaa bixinaay kan sidoo kale wiilka hadii la dilo baytul maalka askala maalkiisa oo idinka وهي مركز أتا نصبهان ومقارنة قرابيس الرادينا أدي قرابيس لو يقف ولا هين مركز إذا كده كشيء جنين وهي أدين وهي أنا جن أنت صنع قش أدين ومركز لقى بحنين وهاي نقارنة إنه حقي اسم قارنة سان إذيك بيت المالك على سيني قط التلفون كالو جزاك الله شكرا هلو طيب وحنا لنا مركز سؤالي هالكاس يقول ماذا وحن وحيابها أودتك جري حارة حكمية جهلية annagu waxaan raqof ka markuu maal tacbanaayo ganacsi markuu galaa tinu ogaada ganacsigan xalaal miyaa mas xaraan laakiin duu jira ganacsiga dadku waxa loo sheegay 10 kun keen dad soo baxay islaamkay 10 kun ka qaaday waxa uu leeyahay 10 kun keen bil kasta 500 lagu soo dira riba ku siiyo 10 uu ka deensaday lacag uu ku saaray asaga ka deensaday meesha wadaa ku dhaw deen isii masiinis laakiin wuxuu ku leeyahay barnaamij uu ku subsaday wuxuu ku leeyahay 10 kun keen bil kasta 20 qaad macquul di ay tijaar ورتجار لا بقف في شركة نقيس وحال نهارته هرت محلك محاك جان عسية قف قنا تلات حلال ماك جان عسية مس حارة مريبة ما أسك السماء سنة العق مريبة كسماء ليسا محاك وش قيسا محاك قدا هاي فإذا وقرت هدا قصار نمقى يجويس لأن الشركان كحال ربا فإذا قصارنا يقف سدان لكن أمضى له فإذا لو شيء جاي العقد اللي إير ربا ولذلك الدمع دتك إسلامك أنت بدن دتك يورب جو الدمع وحلاوة هذا العقد دمع قالي دلا وصوب بحين دمع عسية أركان حاران مالك ودك قارن وفائدين حارانتي كفائدين قارن وابو قصارين حارانتي مالك لا يهين أو على قدعي ولذلك حكم إذا الجهل جهل جاء مالك طلقة الأبو قصبضه أي حكم إذا ولذلك مالك أوجين أسر كيس إنك تكتدوا بخار وحصوري أبو بكر عايش وحي ترويل يرولها ولا ما ولها ويري مال نوح أوكي نمرك بشيء فأكله عنو يروك عن تقول حلوية إذا لير يو أبو كرسي أبو كرنا ويلكو شقينا يا سجلها عنو أوكي نوها وأسكر عني مركو عني وحو عنق يا قصر وحو يرى تدري ما هذا وحا كان مكسوتاي قال ابو بكر وانا حي مركو ما هو وحو روح انت استكنت وويدي فقال وحو تكهنت الانسان في الجاهليه وما احسن الكهانه لا بدي بي اوغلي وحو اني فالفال ما اقان قف فال ودغو يري جاهليه وقتي اهد ما انا اقان وير فال دد بدن هذا كو شقيست وحاس دد فال كا دغي يو لاكتود حرام وي كهانه الله فال كو دغا لاكين علي لا كو شوا لاكين حرام وحرام وي ولكن مالك حاران تدرك ما هو طرق وقصو قلايو أي ميلها سعمل أي كدعان مركز أبو بكر واسمه تجاليل
عمر سيدو كله أسعنا أثر كله كساس على جسوا وريه عانوا عبالير وأدوا على هذا وعبي مركي ويدي وحور إن ذيك كانت عنها لا أسيس وحور ولا مالك صدق هذا قيل له كان حول له كان صار لسي مركو عمره اسمه تجي ما بدأ دل ليه صدقه كو دولتي كورن مركل عجها بنكي أكفريه أو حور اسك بحصاي ودك شيء كسيناو عزريك بحب بونو ده دولته الوقر هتيل وجيفا دولته الوقر عذابك إله يبرق أيامها ولا سقف سنها مرك سؤاله ماشي أنت كل ما ذي واحد دان قلدي نفتي إذا شهدانك هذه هدان صح أنت وفق إلهي سبحانك الله وبحمدك شهدني لو صافرت بلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.